منذ البداية غيرنا أموراً كثيرة، فذلك متأصل فينا وهو جزء من طبيعتنا البشرية. واليوم تقف الفرصة أمامنا لنغير كل شيء. فلنغير مفهومنا عن الماء ليمدنا إلى الأبد، ومفهومنا عن الطاقة لتمد حياتنا باستدامة، وفكرتنا حول التنقل لتصبح مدننا ملاعبنا الرحبة. فلنغير منهجيتنا في إطعام عالمنا ونظرتنا حول التصميم لنعانق الطبيعة، ولننشئ مصانع تعزز مستقبلنا إلى الأفضل. فلنغير فلسفتنا عن التعليم ليكون رحلة حياة، وعلاقتنا مع التقنية لتتنبأ باحتياجاتنا، ولنجعل الوقاية من الأمراض بديلاً عن علاجها. فلنغير نظرتنا عن الأموال بشمولية أكثر، وأسلوبنا في اكتشاف العالم من حولنا، وطريقتنا في خوض تجارب وتحقيقها. فهنا سنتمكن من تغيير كل شيء. نيوم، انطلاقة التغيير.